الصوت لا يقل جمالا عن الصورة. كتير مرات بنقابل ناس بيكون شكلهم كتير مرتب، كتير بنلاقيهم شكلهم حلو، ولكن لما يبلشوا يحكوا بيعطونا انطباع غير اللي هو لازم يكون، أو الغير الانطباع بيكون مش منصف بحق هدول الناس. فالصوت هو جزء كتير مهم، ولهالسبب كتير في تخصصات عمالها بتنتشر بتصير معروفة أكتر بالأردن، اللي هي اختصاصات النطق واللغة، مش بس لتعالج الناس اللي عندهم مشاكل بالنطق، وأيضا لا يعني الواحد يكون صوته مقنع أكتر. اليوم راح تكون معنا صفاء البستنجي، أخصائية نطق ولغة. صباح الخير صفاء. أهلين، صباح النور. كيفك؟ الحمد لله. احنا اليوم رح نحكي على مش رح نحكي كتير على المشاكل، الناس اللي عندهم مشاكل باللغة، لأنه هذيك المرة احنا طلقنا لهم بزيارات سابقة. رح نحكي اليوم عن المهن اللي الصوت جزء كتير مهم من هاي المهنة. زي شو؟ هلا انا اليوم بدي احكي عن المهن اللي بتعتمد على الصوت، لانه كل الناس ماخذين فكره انه اخصائي النطق واللغة هو فعليا ما بتعامل الا مع الاطفال اللي عندهم تاخر لغه، بس هو على العكس، هو بتعامل مع كل فئات العمريه. هلا اليوم بدنا نحكي عن المهن المعتمده على الصوت. هلا المهن المعتمده على الصوت هي اللي بتكون الصوت جزء اساسي فيها، بحيث وجود اي اضطراب او مشكله لو بسيطه بتاثر على ادائه الوظيفي. هلا اذا كانت المشكله كبيره ممكن انه خلص ما يصيرش بهاي الوظيفه، لانه هو انسان صوته مش مناسب لهاي المهنه. يعني ممكن يكون عمر. طب قد ايه مهم هلا قبل ما ندخل بالمهن، قد ايه مهم الصوت يكون صح للشخص نفسه لتطوره بحياته؟ لكل الناس، لأنه إيمج بيعطينا صورة، بيعطينا صورة. أنا إذا صوتي مش حلو، في ناس ما بتحكي لأنه صوتها مش حلو، ما بتحكي لأنه صوتها مش مقنع مش مناسب. في ناس تسمعي صوتها بتنصدمي بشكلها، أو العكس بتحسي صوتها مش مناسب لشكلها. هلا الصوت لازم يكون مناسب للعمر وللشكل وللجنس تبع الشخص، كلياته هاي الأشياء مهمة يعني. طب كيف الواحد بده يعرف إنه مثلا ممكن يشتغل أكثر على صوته؟ هلا مبدئيا هو بيقيم نفسه، هو بيميز، يعني هو بسمع الناس وبسمع حاله. شغلة تانية، الناس بيعطوا انطباع يعني من التليفون، ممكن من التليفون. كيف يعني؟ يعني مثلا ممكن يكون هو صوت البنت كتير ذكوري أو أنثوي، أو صوت الشاب كتير ناعم، يتعرض لمواقف سخيفة على التليفون، بديش أحكي إنه شافوا الناس، ممكن ناس غرباء لا ينحط بهذا الموقف، بيعطيه إنه طب مال صوتي. مظبوط، هون بتصير. فمعناته الواحد يمكن لازم يسمع لهاي القصص، يعني ياخدها بعين الاعتبار. طيب هلا اليوم رح نحكي عن المهن اللي بتعتمد على الصوت، اوكي؟ يعني مين هم هدول المهن؟ هلا انا صنفتهم لمجموعتين، المجموعه الاولى هي الناس اللي بيكون عندهم صوتهم لازم يكون استثنائي لاداء لاداء وظائفهم، مثل المغنيين، صوت المغني لازم يكون جميل، مثل المذيع لازم يكون صوته مقنع، مثل المقرئين لازم يكون برضه صوته رخيم وجميل في القراءه، واللي كمان في ناس المقلدين، المقلد لازم يكون عنده إمكانيات بصوته كتير فظيعة عشان تتفاعل مع كل الأدوار، والممثلين كمان لازم برضه يكون عندهم مهارات بصوتهم، لأنه كل دور وكل شخصية بأديها بدها طبيعة صوت مختلفة. يعني هلا بنقدر نعتبر كمان المعلمين معاهم هلا هاي التصنيف الثاني، التصنيف الثاني هي المجموعات اللي مهنهم تتطلب كتير جهد صوت كتير، مثل المحاضرين، الخطباء، المعلمين، يعني لفترات طويلة بيستخدم صوته. طيب شو ممكن يصير لهذا الصوت؟ هلا خلينا احنا بدنا نركز اليوم على اللي اصواتهم يعني جزء من مهنتهم، او مهنتهم تعتمد على صوتهم، مزبوط؟ شو ممكن يصير لصوتهم؟ هلا ممكن صوتهم طبعا لانه بيستخدموه، هلا مثلا الفئه الاولى اللي حكينا عنها المغنيين والمذيعين، ممكن يستخدموا لفترات طويله طبقه صوت مش طبقه صوتهم اللي بيتكلموا فيها، فبهي الحاله هم عم بيجهدوا الصوت. هلا مثل المعلمين بيستخدم صوته لفترات طويله برضه هو عم بجهد صوته. هلا مع سوء الاستخدام لفتره طويله، اذا هو هيك مهنته وهو ما ساعد نفسه، ما ساعد هاي المهنه، ما حافظ على صوته، ممكن يطلع لهم شيء بسموه نحن سينجر نوديول، حبوب مثل الثالول بالضبط، هذا الصغير اللي بيطلع على الايد او باي مكان بيكون صلب، او ممكن يطلع له حبوب، او ممكن هاي حبوب يعني تكون دمويه، او يصير عنده جرح، او يصير عنده بالمحصله يصير عنده بحث صوت، او صوته يصير مش مناسب. هلا ممكن تكون بحث الصوت جزء يعني لفتره محدوده بتتعالج، بس في ناس ممكن تصير خلص طبيعيه بصوتهم لفترات طويله لانه تعود يجهد صوته، فصوته صار خلص طول الوقت هو صوته مبحوح. طب شو لازم يعملوا؟ مزبوط، هلا هي كتير بتصير مع ممثلين، مع مغنيين بيكون عندهم بيعملوا عمليه بحبالهم الصوتيه، كتير سمعنا عن مغنيين وممثلين انه بتصيبهم هاي المشاكل. مزبوط، شو لازم يعملوا، شو بيقدروا يعملوا عشان يتجنبوا هاي المشاكل؟ هلا اهم شيء هو عشان يتجنب
رح نحكي اليوم عنه كيف يتجنب تطلع له حبوب وكيف يتجنب مشاكل الصوت وكيف يتجنب بحه الصوت، عشان ممكن يكون حل هاي المشاكل كتير ابسط من انه يعمل عمليه يخرب شكل الوتر، لانه ونس انه خرب شكل الوتر بهاي الحاله هو برضه ممكن يخسر المهنه تبعته. هلا نفترض انه مغني طلع له حبوب، بهاي الحاله انه لما يصير له عمليه على حبل على الوتر الصوتي، بهاي الحاله هو مش رح يكون صوته نفس الاداء ونفس الوظيفه، لانه خلص خرب شكل الوتر، حيصفي خشن صوته. طيب شو لازم يعملوا؟ هلا مبدئيا نصائح، يعني هي للكل عم بتقولي حتى ما تصيبهم البحه. طبعا للكل، هي مش بس يعني هي الفكره، يعني هاي النصائح لا يعني على الاغلب كل الناس المفروض انها تتبعها. مبدئيا لازم يكون على اتصال مع طبيب الاذن انف وحنجره. هلا لما يكون على اتصال مع طبيب اذن انف وحنجره بصير نحن بنسميه البيز لاين، او اللي هو اللي بصير هو مقيم صوته، هو عارف امكانيات صوته، عارف الجهاز الصوتي عنده، عارف انه الحنجره ما فيها مشاكل، ما فيها التهاب، ما فيها اي نشفان، ما فيها اي مشكله عضويه موجوده بالحبل بالوتر الصوتي او بالحبل الصوتي. فبهاي الحاله نحن بنضلنا متابعين مع هذا الطبيب. هاي وحده. النقطه الثانيه كثير مهم انه الترطيب. الترطيب بالمية، بشرب مية، سوائل، كمان غير السوائل، الأشياء الدافية، في برضو إنه الأكل اللي فيه سوائل، يعني زي البطيخ مثلاً، زي الفاكهة اللي فيها كتير سائل، يعني الفاكهة كتير فيها مية، سوري. بهاي الحالة هاي بتحافظ على ترطيب المنطقة. كمان برضو بنفس الخطوة هاي إنه يبتعد على الأشياء اللي كتير باردة واللي كتير دافية، اللي كتير سوري ساخنة. هلا الإشي الساخن ما هو ممكن يعمل له حروق موجودة على الحبل الصوتي، ونفس الشيء الإشي البارد ما هو بيخلي المنطقة متحسسة. هاي من الأشياء. كمان في سلوكات كتير لازم يتجنبها، يتجنبها تماما، مثل الصراخ، إنه ما يصرخ. في كتير ناس بتصرخ بتجد صوتها، في ناس كتير بتحكي بصوت عالي، هذا الصوت العالي بتعبها. هلا ونس إنه هو اضطر يعلي صوته، يعني بفضل إنه يستخدم مايكروفون أو وسيلة لتكبير الصوت بيكون أحسن له. هلا في ناس كمان ممكن تكون بمكان كتير صاخب، في كتير صوت، يضطروا يحكوا، فبهاي الحالة هو ما بينتبه إنه بيصرخ، هو عم بيجد صوته. برضه مش بس إنه يعلي صوته ويجد صوته، الوشوشة. الوشوشه برضه هاي كثير بتاثر على الصوت، لانه فعليا الوشوشه شو بتصير؟ هو بيحكي بدون ما يصير في تلامس بين الوترين الصوتيين، فبصير مجرى الهواء مفتوح وبصير نشفان، هو بنشف صوته، فهو احسن له يحكي بصوت واطي او ما يحكي. هاي بنحل النميمه. او يمكن مرات الواحد كثير بيكون في عرس او المناسبات اللي بتكون فيها الموسيقى كثير صاخبه، بيكون طول الوقت عم بحكي مع الناس بصوت عالي وهو مش حاسس زي بتفضل، هو لانه مش سامع فبيعلي صوته. ثاني يوم بقول لك راح صوتي ليه من الدخان قد ما غنيت، بس هو بيكون الصوت العالي على عب جزء كثير مهم. بالضبط، اكيد اكيد. هلا شغله ثانيه، اللي في مصطلح بسموه الفوكال ناب، كيف انت جسمك بده يرتاح برضه الوتر الصوتي بده يرتاح. هلا من الاشياء طبعا يمكن هي مستحيله بالمدارس فتره الاستراحه، انه المعلمين لو يسكتوا أساس هو بريح صوته، لأنه هو عم بحكي 45 دقيقة ورا بعض، هيو عنده هلأ فترة بسيطة مفروض يريح صوته فيهم عشان يستعد للحصة اللي بعديها. بس هاي الموضوع يعني كتير صعب، ممكن هو بخلال النهار يحاول أنه مثلا هو بالسيارة وهو في البيت أول ما يوصل يرتاح شوي، يريح صوته، ما يتكلمش ما يتكلمش، يعني برضو ما يوشوشش. مزبوط. وهلا خلال هاي لما عم بيريح صوته لازم يشرب، لازم يعمل شيء ولا بس خلص؟ اشياء دافيه. هلا الاشياء الدافيه دائما يعني شو بنحكي، الاشياء المهدئه تهدي، مثلا السوائل زي البابونج زي اليانسون والنعنع، هاي الاشياء كثير طيبه وكثير بتريح الصوت وبتحافظ بتحافظ على ترتيب المنطقه، منطقه الجهاز الصوتي واللي احنا بنسميه الحنجره. طيب هلا بدي اسالك صفاء، يعني شو هو الصوت المقنع؟ هلا هو موضوع تاني، بس انه حكيتي انه مثلا المذيعين الاخبار وهيك لازم يكون مثلا صوتهم مقنع، ونحن بنلاحظ لما بتيجي تسمعي مذيع سواء بالراديو او بالتلفزيون مثلا المذيع الاخبار، في ناس بضل يعني صوت معين بضل كتير مميز بلاقوه، او مثلا بندفع مصاري كتير لهذا الصوت عشان يعمل دعايه مثلا. بالزبط. شو هاي ميزات الصوت؟ هلا هو جنرالي بشكل عام الصوت المقنع هو الصوت اللي حكينا انه بناسب للعمر، مناسب لعمر الشخص وجنسه وشكله، يعني انه هذا صوت مثلا انا شايف بنت بدي اسمع صوت بنت، انا شايف شاب بدي اسمع صوت شاب، شايف طفل بدي اسمع صوت طفل. اذا كان الصوت يعني مش مناسب لجنس الشخص ولا لعمره، بهالحاله هو مش عم بقنعني. يعني في اطفال او في شباب صوتهم طفولي ما بنضج صوته، يعني بصير عمره 17 سنه، وبعد ال 17 سنه احنا بنسميه جوفينايل او انفانتايل. هذا الصوت
يعني ما بيكون مقنع لإلها. بس له حل هذا؟ طبعا له حل. الحل كتير سهل وكتير كتير بتجاوبوا للعلاج، لأنه ما في مشكلة عضوية، بس هي المشكلة بيكون خاف ينضج صوته. هو يعني بهاي الفترة ما طلع صوته اللي المفروض يطلع. طيب، ولما نرجع الأصوات اللي مقنعة زي مثلا هلا سر مثلا يقول عمر الشريف مثلا. عمر الشريف تعرفي ايش بيكون مثلا ليه هالقد الناس بتحب صوته؟ مين كمان مثلا؟ جورج قرداحي. جورج قرداحي انا الملك حسين الله يرحمه يعني خطابه، يعني بيكونوا هدول على فكره تدربوا، راحوا على كوتشز برا وتدربوا لفترات، يعني في منهم هلا الشخصيات السياسيه والممثلين المشهورين برا بياخذوا دورات مع هدول الناس على اساس يصير صوتهم مناسب، يصير صوتهم كمان مرن. لما يصير الصوت مرن بصير يتحكم فيه اكثر، يعني فيش هون اي شد، يعني بيطلع الواحد وبيشوف قديه صار كل علم فيه تخصص. يعني كتير صعب عاد، يعني كنت قبل شوي عم تقولي لي كيف دكاترة الأنف والأذن والحنجرة، يعني هو طبيب بتعلم بتعامل مع المريض من ناحية الفسيولوجية البيولوجية بالزبط. ولكن التدريب لابد من أنه يكون موجود حتى بعد عمليات جراحية لأي شيء كان مثلا عائق أمام الصوت الطبيعي. فهذا الإشي اللي بخلينا نعرف أنه دائما المصادر موجودة أمامنا، لو عندنا أطفال عندهم مثلا مشاكل بالنطق بالصوت أو حتى الناس اللي بيحتاجوا صوتهم، قد ايه ممكن الواحد بالتدرب يحصل على نتيجه افضل؟ طبعا هلا باي شخص عنده مشكله صوت، هلا مفروض انه قبل وبعد العمليه الجراحيه اللي بده يعملها اذا اضطر لوجود عمليه جراحيه انه يتعرض لشيء نحن بنسميه تعديل سلوك، عشان يعدل السلوك اللي عمل له هاي المشكله، لانه هو صار عنده البوليب او صار عنده هاي النوديول او هاي الحبه او هذا التلول صار عنده لأنه هو فعليا استخدم صوته بطريقة غلط. بس أنا عملت له العملية وضل على موضوع، يعني في كتير ناس بصير بضل التلول يرجع، بضل الحبة تطلع لأنه هو ما عدل صوته، ما عدل هذا السلوك الغلط اللي عمل له هذا الاضطراب أو هاي المشكلة اللي صارت عضوية. هلأ كمان من التبس اللي بنحكي عنها، أحكي لي إيش ده التبس للمحافظة على صوته؟ بالضبط، من التبس الثاني أنه التدخين، مفروض انه يعني قدر المستطاع يبتعد عن التدخين، على الاماكن اللي فيها برضه تدخين لانه بتؤدي لوجود التهاب ومشاكل بالحنجره. هلا بالاضافه كمان في من الاشياء الدايت او الاكل، في كتير اكل بيعمل عندنا حموضه، بيسرع عندنا الارتداد المريئي. هلا الارتداد المريئي شو بيعمل؟ هلا لما الواحد ينام بصير العصاره المعديه ترجع، الاحماض هاي ترجع على الحوتر الصوتي، فبتعمل عنده تقرحات. هاي التقرحات كتير مؤذيه، بتاثر على صوته. فبهالحال هو لازم يعدل طبيعة أكله، يخفف الأكل اللي فيه كافيين، يخفف الأكل اللي فيه المشروبات اللي فيها الكحول، المشروبات الغازية، يخفف كمان الأكل الحار. برضه يعدل النومة، في كتير ناس انه مفروض انه ينام بطريقة انه مايلة بزاوية، اساس هو بيجبر العصارة المعدية تنزل، ضلها بالمعدة ما تطلع، فهو بيحافظ على صوته. قديه مهمة هاي النصائح، نضل دائما ندير بالنا أكيد. على أصواتنا. شكرا صفاء المستنجي، أهلا وسهلا فيك دائما. أهل. شكرا. رح نشوف نروح مع بعض هلأ لمقام سيدنا الخضر في ماحس، وهذه إحدى المقامات اللي يكرمها أصحاب الديانتين الإسلامية والمسيحية على حد سواء، بيحتفلوا بذكرى جوار جورجيوس طالبين منه الشفاعة لشفاء المرضى. مي السلاوي كانت هناك، رح تفرجينا مقام الخضر.